مرة تانية يعطيكم العافية شباب وصبايا الصف التاسع. هلا الجزء الثاني من درس الظل، اتفقنا بهذا الجزء رح ندرس كيف نستعمل آلة حاسبة في إيجاد الظل ونحل مثالين يظلوا علينا وأسئلة الدرس، نفس الآلية اللي كنا نتبعها في الجيب وفي الجتة في إيجاد الزوايا، الجيب والجتة إلها رح نتبعها بالظل. نفس الشيء الظل هون من الفيديو السابق علمتك إنه الظل اسمه على الأقل حاسب اختصاره تان، احنا قلنا أصلا هو التانجنت فاختصاره التان، تمام؟ هي الساين والكوساين والتان، فالتان اللي هو نفسه مين؟ اللي هو الظل. فنفس الشيء إذا طلبت منك ظل زاوية معينة زي مثال صفحة 84 مثال 7 12 بحكي لك جد ظل 24، فظل 24 بروح على الآلة الحاسبة بكتب تان لل 24 ظل الزاوية بسهولة بسخافة بطلع معاك. واتفقنا انه احنا بعد الفاصلة بختار منزلتين، بتطلع المنزلة الثالثة بتعطيها ولا لا، مثلا هون 0.445 الخمسة بتعطي الأربعة، فالزاوية تقريبا خمسة وجوابها تقريبا 45، تمام؟ يعني هون انت بعد الفاصلة منزلتين بتطلع الثالثة بتعطيها أو لا. نفس الشيء الثاني، إذا كان ظل الهاي يساوي 1.83 جد قياس الزاوية ها، طلع لاحظ إنه الظل أكبر من واحد، إحنا قلنا عادي يطلع أكثر من واحد وعلى الأغلب أكبر من واحد. فهون العكس متنا واحنا نشرحها بالجيب والجتا، وخصوصا بالجيب لما بعطيك بيكون الزاويه مجهوله بنستعمل الانفرس، وقلنا انه اذا كانت اله حاسبه لابتوبك او الاله حاسبه عاديه بتحط انفرس تان. هون شو بنحط؟ بنحط شيفت التان، فتان لحالها يعني تطلع الظل، ولكن شيفت التان يعني تان انفرس. كيف تتاكد شغلك صح؟ شيفت التان بيطلع فوق اشاره السالب واحد، معناته السالب واحد يعني شو؟ تان انفرس. فهون بحط تان الانفرس للواحد فاصلة ثلاثة وثمانين عشان أعرف شو هي الزاوية، فالزاوية هي عبارة عن 81.34، الخمسة بتعطي الأربعة فصارت الزاوية 61.61 مش 81، 61.35، إذا الزاوية 61.35، لأنه ثلاثة أربعة بتطلع بعد الأربعة، الخمسة بتعطي الأربع منزلات، بدك بعد الفصلة أنت منزلتين بس. فواحد فاصلة خمسة وثلاثين هي زي ما طلعت معانا هون بالكتاب، 61.35. شرحناها كتير. لما بطلب منك ظل الزاوية معاك إياها بتحط جيب جتا ظل عادي. لما بقولك ما هي الزاوية التي ظلها كذا، التي جتاها كذا، التي جيبها كذا، يعني وين المجهول؟ المجهول الزاوية، بتحط الانفرس. لما بيكون عندك مجهول الزاوية بحط مين؟ الانفرس. إذا مو عارف أوقف الفيديو سجلها. إذا كان عندك الزاوية مجهولة بحط الانفرس لحتى تطلع معاي الزاوية. طبعا صفحة 85 درسناها وخلصناها، هلا بدنا نروح على آخر مثالين بالدرس، صفحة 86، هدول المثالين بدهم يناقشوا طبعا أكيد آلية استعمال الآلة الحاسبة في إيجاد التان وإيجاد حل المسائل اللي زي هيك. شوف مثال 7 13، بيقول المثال رجل طوله 1.80 متر، ما شاء الله طويل زي شوي، هذا زي أحمد شوي. في لحظة ما كان طول ظله على الأرض مستوي، على الأرض مستوية 9 بالعشرة متر، يعني أقل من متر. إذا أراد هذا الرجل معرفة الزاوية التي تصنعها أشعة الشمس مع ظله، هل يمكن مساعدة الرجل في تحديد تلك الزاوية؟ بغض النظر إن هذا زلمة مشكلجي وقاعد بيطلب منا شغلات، يعني هو طلع ظله، إحنا شو مشكلتنا؟ يلا ما علينا، الزلمة مشكلجي بدنا نحسب له الزاوية اللي صنعها ظله مع الأرض. إذا هو الزاوية، الزلمة واقف على الأرض قائم يفترض، فهون زاوية قائمة، طوله 1.80 متر ما شاء الله. حكينا عمل طول ظله على الأرض أقل من متر، 9 بالعشرة متر، بدي أعرف تصنعها مع ظله، هل يمكن مساعدة الرجل في إني أعرف الزاوية هاي، مقدار الزاوية اللي بتصنعها؟ طبعا ماما ظله مش عن الظل، دير بالك هذا مثال ظله، يعني ظل الزلمة، ظل الراجل ده، مش تقعد تقولي بس ظله ما ظل، مزبطش معك تمام؟ يعني تصير تحكي لي لأنه هو طالب ظله فأنا بدي أطول الظل. يعني إذا هو كان طالب يعني جتاه مظبطش، يلا هاي الزاوية كيف بدي أطولها؟ هاي الزاوية طبعا هو قال لك كما في الشكل، فالحمد لله إنه هو رسم الشكل. هاي الزاوية كيف بدي أطولها؟ المس حكت لي بتطلع ما هي الأطوال اللي قريبة، أطوال الأضلاع اللي لها علاقة مع سين. هاي مجاورها، هذا الوتر، يعني أنا معاي المقابل ومعاي المجاور، إذا أنا بقدر أطلع ظل السين. بصير أقول ظل السين يساوي كذا، من الآلة الحاسبة بشوف شو الزاوية اللي ظلها كذا. حلو؟ كمان مرة يا مس،
كيف بدي اطلعها؟ بقول انا معاي الزاويه سين هاي، بدي اشوف شو ظلها، تمام، او بدي اعرف شو هي الزاويه. هو بقول لك ما هي الزاويه. المس حكت لي كلمه لما بكون الزاويه مش معروفه بستعمل الانفرس. طب استعمل الانفرس للجيب ولا للجتا ولا للظل؟ تعال نشوف. انت معك معطى المقابل والمجاور، خلص بطول الظل. يعني انا عند الظل بالانفرس بطول شو هي الزاويه. لو كان معاي الوتر، صار عندك مقابل على الوتر، بستعمل الجيب انفرس. لو كان معك الوتر ومعك بس المجاور، بطول جتا كوساين الانفرس. فهمت كيف؟ اذا لما انا طلبت منك ما هي الزاويه، كثير سهله. الزاويه مس حكت لي انفرس على الاله الحاسبه، بس بدي اشوف شو اطول اضلاع معطيك اياها. معطيك المقابل على المجاور، مقابل ومجاور، اذا بطول الظل. فبقول ظل السين هو المقابل على المجاور، يعني 1.8 على 9 بالعشرة، مبين انها 2 لان 9 بالعشرة ضرب 2 1.8. قيم اذا بدك الفاصلة مع الفاصلة، بتصير 18 على 9. 2 في 9 18. اذا ظل الزاوية يساوي شو؟ ظل السين يساوي 2. ظل السين يساوي 2. بروح على الآلة الحاسبة. مين المجهول عندك؟ الزاوية. فأنت بدك الانفرس. الانفرس لمين؟ للتان. فبقول تان الانفرس 2، يعني ما هي الزاوية التي ظلها 2؟ تطلع معك الزاوية 63.43، تمام، 4. هلا احنا بنختار منزلتين بعد الفاصلة. الأربعة ما راح تعطي الثلاث، فراح تضلها 63.43. اكتب حتى 63.4 لأنه أوريدي الثلاث كتير زغنوطة وصغيرة. ما في مشكلة، احنا وياه عادي، تختار هاي او تختار هذه، مفيش مشكله، تمام. ننزل للمثال اللي تحته، مثال 7.14. اذا بتلاحظ صرت انا اقرا المثال واناقشه معك بدون ما اكتبه، لانه خلص بالجيب والجتا كثير عمقنا في الموضوع. هذا نفسه، يا بده يطلب منك ظل مباشره تطلعه، يا بده يطلب منك زاويه فتطلعها من خلال الانفرس تبعها. تعال ننزل على مثال 7.14. مثال 7.14 بيقول يمثل الشكل 7.36. لما يقول لك كلمة مثل الشكل 7.36، هذا المعلومة أحسن منك وأحسن منك كمان، أحسن منكم التنين هاي المعلومة، لأن الشغلة مرسومة جاهزة عندك إياها وواضحة. مثلث قائم الزاوية في باء، فيه باء جيم 14 سنتي وظل ألف 7.3. حلو يا كبير، حلو، هيك أعطاك معلومة بدنا نستفيد منها، إنه نوجد طول ألف باء. كمان دور، إذا أنت عندي ظل ألف بتحدد الزاوية اللي أعطاك ظلها، أعطاك ظل هاي. انت وتر ما بديش اياك. هلا انا لازم يكون معي هاي، اعطاني اياها ولازم يكون معي هاي الف با. الف با بقدر اطلعها من وين؟ من الظل، لانه انت عندك الظل، الظل هو عباره عن المقابل على المجاور. فالف با بالنسبه لها الف هي عباره عن مجاورها. بكتب القانون، ظل الف هي عباره عن با جيم، يعني المقابل على المجاور. قديش اصلا الظل؟ 7.3. هلا بعوض القيم، المقابل 14، المجاور معيش هي والظل معي سابع يا كبير، تعرف تحلها سابع؟ بناتها مساواة ضرب تبادلي. 3 ب 14 تساوي 7 على ألف باء، بدك ألف باء لحالها بتقسم على 7 على 7، فبتطلع 3 على 14 في 14 على 7. على 7 ب 1، على 7 ب 2، 3 ب 2، 6 سنتي، خلصنا السؤال. المثال كثير سهل، كثير بجنن وكثير حلو ومستحيل أجيب لك زيه، لأنه سهل. تمام؟ هلا طب ننطر على مين؟ ننطر على أسئلة الدرس، اتفقنا وياك أسئلة الدرس. السؤال الأول، السؤال الأول قلنا كان واجب وأعطيتك أجوبته النهائية، بضل عنا 2 3 4 5 6. تعال نحكي قصتهم واحد واحد. السؤال الثاني، دم دمن، دال ميم نون مثلث متطابق الضلعين، فيه دم تساوي دال نون تساوي 8 وميم نون 6، جد ظل ميم وظل نون. طبعا هو ما قال لك متطابق، إياك تفكر ترسمه إنه متطابق. تعال نرسم المثلث دال ميم نون متطابق الضلعين، فيه دال ميم تساوي دال نون، لأنه هو قال لك متطابق. قديش تساوي 8؟ إذا أنت 8 ب 8 وأنت 6. قال لك أعطيني ظل ميم وأعطيك ظل نون. إحنا قلنا ما بقدر أطلع ولا ظل أي إشي إلا إذا كان مثلث قائم الزاوية، بما إنه متطابق ضلعين يعني لحاله قاعد. بقول لك أسقط عمود من ال من دال إلى نون ميم بحيث يكون عمودي على نون ميم، وينصف الزاوية اللي فوق وينصف الضلعين اللي تحت. ماشي يا أمي؟ ليش؟ لأنه أنا نسب مثلثية، ظل وما ظل ما بطلعها لقائم. هو بما أنه قال لك أنه أنتوا التنين، أنتوا التنين متطابق ضلعين، خلص يعني لحاله عم بغششك وعم بيقول لك
أسقط عمود من دال إلى نون ميم، تمام؟ تسقط للعمود من دال على ميم نون، قلنا على الفيديو عم بيقطع معلش. فصارت هذه 6، صارت 3 ب 3 وعمودي ونصف الزاوية اللي فوق، فهيك صار عندك مثلث قائم الزاوية. أنا بقدر أحسب أي شيء أنت بدك إياه، مس يعني ظل الميم بدك تروح المثلث هذا. الظل هو عبارة عن المقابل على المجاور، هذا اسمه وتر لأنه مقابل للزاوية القائمة. فالمقابل على ظل ميم هو عبارة عن المقابل على المجاور. المقابل ما بعرفه بس المجاور 3. تعالوا نطول المقابل من فيثاغورس. الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. الوتر تربيع 64 يساوي الضلع الأول تربيع 9 زائد الضلع الثاني تربيع. فبعدين شو بقول؟ انقلها على الطرف الثاني، شو بتصير؟ بتصير 64 إن منها 9 إن منها 9، صار الضلع تربيع شو بيساوي؟ 64 ناقص 9. 64 ناقص 9 صح شغلنا؟ قولي بالله هيك؟ اه صح، يعني 55. يعني الضلع بصفي جذر ال 55، الضلع لحاله، إذا أنت لحالك اسمك جذر ال 55. فظل ميم بيطلع جذر ال 55 على 3. ماشي؟ طالب مني كمان ظل نون. ظل نون بيطلع زي ظل ميم ماما، نفس الشيء. هدول مش عكس بعض، مقلوب بعض. احنا قلنا بالمثلث الواحد، المثلث الواحد عندك زاويتين حدات ظلهم مقالب بعض، يعني شو ظل دال هاي لحالها الصغيرة هون عكس هاي، 3 على جذر ال 55. 3 على جذر ال 55. هلا جذر ظل نون نفس ميم نون، لأنه إلها المجاور نفسه والمقابل نفسه، فظل ميم تطلع زي ظل نون، إذا ظل نون زي ظل ميم اللي جذر ال 55 على 3. ليه يا أمس؟ لأنه نفس المعطيات، المجاور إلها نفس المقابل لهديك وكذا كذا كذا، نفسه نفسه نفسه. تمام؟ روح على سؤال 3. كثير الأسئلة سهلة، سهلة بطريقة مملة، يعني لازم يكون فيها إشي أقوى. ذكروني هلا في آخر الفيديو، ذكروني قال، أنا راح أتذكر في آخر الفيديو بدي أعطيك سؤال اليوم شفته في أسئلة درسك، امتحان درسك للحكومة، زي ما بتعرف الحكومة اليوم عم بقدم امتحانات على منصة درسك. اليوم كان في سؤال، هذا السؤال علمي راح أعطيك إياه بتقدر تحله أنت وأنت تاسع عالي، بزبط معك. تعال نشوف السؤال الثالث شو بيقول. قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها 100 متر، إذا كان قطر القطعة يصنع زاوية مقدارها 55 مع ضلعها الأصغر كما في الشكل. كلمة كما في الشكل خلاص شطبت على السؤال، بتطلع الشكل هون. طبعا هذا السؤال احنا حلينا زيه تماما تماما، حلينا زيه. وين حلينا زيه؟ بأسئلة الدرس الماضي، بس كنا احنا نرسم واحنا ننزل قطر واحنا نعمل كل شيء، هلا كله مرسوم. ما عرض القطعة؟ عندك القطعة هاي طولها 100 متر، يعني هاي 100، يعني هاي شو بدها تكون؟ 100. نزلت قطر، يعني هذا صار قائم الزاوية وهذا صار اسمه وتر. بحكي لك ما عرض القطعة، أنا بدي هاي، بدي عرض القطعة هاي. واضح عندك؟ في عنا هاي الزاوية، المسألة لي بمسك الزاوية هاي بحكي قصتها. الزاوية 55 من الآلة الحاسبة بقدر أطلع يمس ظلها وجيبها وجتاها. الضلع المجهول بالنسبة إلك هو عبارة عن مجاورها، فأنا بقدر من الدرس الماضي أقول كوساين ال 55 بيطلع معي هو عبارة عن المجاور على الوتر، بس أنت لا معك المجاور ولا معك الوتر، راحت معكش إياها. طب مس أنا ال 55 ممكن أطلع جيبها، جيبها هو عبارة عن المقابل على الوتر، أنت معك الجيب ومعك المقابل بيطلع معك الوتر، من الوتر بترجع تطول المجاور. برضه نفس الشيء، بس هم بدك كم خطوة؟ خطوتين. أول شيء تستعمل الجيب فتطلع الوتر، تاني خطوة بعد ما تطلع الوتر يا فيثاغورس تطلع هاي يا على الجتا، ترجع تستعمل الجتا، فالجتا هو عبارة عن المجاور على الوتر، معك الوتر من الخطوة هذيك بتطلع هاي، يعني بدك تمشي كم طريق؟ بدك تمشي الطريق مرتين، خطوتين. طب ممكن نستعمل الظل، تحكي الثلاث نسب مس، ضلك تحكي مع حالك. ظل ال 55 بيطلع معي من الآلة الحاسبة هو عبارة عن المقابل على المجاور، المقابل معك إياه وضل عليك المجاور، إذا هاي أسهل طريقة، إذا هاي الطريقة من الخطوة الأولى بتطلع معك، من الخطوة الأولى شو؟ رح تطلع معنا، ماشي؟ فالقطعة المستقيمة شو بنقول؟ هذا السؤال من خلال ظل ال 55 بيطلع معي. يلا بقول ظل الزاوية 55
بساوي المقابل على المجاور. ظل 55 بنجاب من الآلة الحاسبة تان ولا تان انفرس تان، لأنه أنا زاوية معيها، فبقول تان تان 55 طلع 1.428، 8 بتعطي 2 فبتصير 1.43 تساوي المقابل 100 على المجاور. ما بعرفه، مس حكت لي أتعامل مع هاي الزوايا كيف. هاي عبارة عن 143 على 100 صح؟ فاصلة بعد منزلتين بحط المنزلتين، أو 1 صحيح و43 على 100 بضرب بجمع بطرف أقسم تساوي 100 على س مجهولة. ضرب تبادلي 143 س تساوي 100 في 100، لا تضربهم، اقسم على 143 اقسم على 143 س تطلع معك 100 في 100 143. بما أن أنت استعملت الآلة لا توجد ظل 55، استعمل الآلة لا توجد الجواب، فبقول 100 ضرب 100 تساوي تقسيم 143 تطلع معك 69.9 يعني تقريبا 70 متر. تقريبا كام؟ تقريبا بطلع معانا 70 متر. مش عارفة إذا أنا بحل كان مبين معك إن أنا بكتب، بس هي الجواب. إذا أنسب طريقة استعملها اللي هي مين؟ الظل، لأنه الظل هي عبارة عن المقابل على المجاور، معك الظل ومعك المقابل بتطلع المجاور. طبعا في أكثر من طريقة، هلا ممكن إنه أنت هاي ما تقسمها هيك، بما إنه أنت معك آلة حاسبة من هون بتقول هاي على 1، فبتقول س في 1.43 تساوي 100، يعني 100 تقسيم 1.43 بدون ما تعمل هاي الخطوة وهاي الخطوة. ممكن يا هيك يا هيك، بس أنا عم بعلمك لأنه لو ما كان معك آلة كيف تطلعها. يعني ممكن أقول 1.43 تقسيم 100، مش 1.100 تقسيم 1.43 تطلع معك نفس الجواب. تمام؟ إذا فصلتها أو ما فصلتها شيء. هيك إحنا خلصنا السؤال الأول والثاني والثالث، بدنا نروح الرابع والخامس والسادس. كتير سهلين، كتير مملين قد ما هم سهلين. السؤال الرابع بيقول س ص ع مثلث قائم الزاوية في ص، فيه س ص تساوي 16 سنتي، ظل الس 2، هي ثالث مرة بيجينا إنه ظل الس 2 على فكرة. جبت طول س ع، كتير السؤال حلو، وعشان جمال خطي توفيرا للوقت انا كتبت الاسئله اللي بدها حل شوي على دفتر عندي هون. اذا السؤال الرابع صفحه 87 معطيك مثلث س ص ع قائم في ص، اخذنا سؤال زيه بالضبط قبل شوي، فيه س ص 16 سنتي، ظل السين، اذا عندك هاي السين ظلها 2، هاي الزاويه س ظلها تساوي 2. ما هو الظل؟ قلنا الظل هو عبارة عن المقابل على المجاور. طالب منك طول س ع، طول س ع. تمام؟ حلو، السؤال كتير جميل، كتير لذيذ. معطيك زاوية، معطيك ضلع، وطالب منك باقي الأضلاع، طول س ع. طبعا هون أنا معوضة غلط، المقابل على المجاور 100 100، شغل صح شغل صح. تمام. طلع شباب س ص ع المثلث عندي اياه قائم في ص، معطيني س ص 16 سنتي، ظل س، طالب مني س ع. من هي س ع؟ س ع عندي اياها الوتر، س ع عندي اياها الوتر. لا هون يبقى انا غلطانه، هون غلط، هيك نعمل، هو المقابل على المجاور. تمام تمام الشغل صح، بس هذول لازم المسميات تكون مش هيك. تمام، هات نمسح نحل قدامك، رأيكم هل قدامك وخلصنا؟ يلا. إذا ظل السين يساوي 2، بكتب القانون اللي هو عبارة عن المقابل لسين على المجاور لسين. ما هو المقابل لسين؟ مقابل لسين عين صاد، مقابل لسين عين صاد، المجاور لسين اللي هي سين صاد. أوريدي سين صاد أعطاني إياها 16، فبرجع هون بقول ظل السين يساوي 2، فبحط 2 تساوي عين صاد، عين صاد ما اعطانيش اياها، على سين صاد، على سين صاد. ماشي، سين صاد اعطاك 16، طب ليش رجعت كتبتها؟ هاي 16، مقام التنين 1، ف32
تطلع عين صاد. اذا عين صاد قديش طولها؟ 32، لانه 2 مقابل على المجاور، 32 على 16 2، وظل السين فعلا 2. بس هو ما طلب منك عين صاد، هو طلب منك سين عين، يعني هو طالب منك مين؟ طالب منك الوتر. فانت عرفت هذا الطول، كيف هو الطول هلا؟ على الوتر تربيع في فيثاغورس. وتر تربيع يساوي ضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. قال يعني عامل حاله السؤال هيك انه هو كثير قوي، سين عين كثير قوي، انه هو طالب اشي ما منطاله من الضلع، عادي منزل بطول الضلع الضايل عندي وكمل. فالوتر تربيع بساوي ضلع الاول تربيع، يعني 32 تربيع زائد 16 تربيع. قال حسبه بطلع، حطلع لك اياها على السريع. تعال معي يلا، 32 ضرب 32 1024 زائد 16 تربيع 256. اجمع لي اياهم مع 1024. 1024 خذ لي الجذر الهم، فبتطلع الوتر تحت الجذر، او اما هي بتطلع معك 35.77. اعطيها 7 رقم تصير 7.8. لو قلت لي اياها تقريبا 36 ما في مشكلة. حلو. اذا ربعنا 32 كمان مرة، ربعنا 32 وربعنا 16، ربعنا 16 256. حلو، هاي جواب جمعناها ل 256، بطلع معك 1280 البتر تربيع. 1280 1280 الوتر. خذ الجذر 1280، خذ الجذر تبعها، بطلع معك تقريبا 35 فاصلة فرطط، احنا حسبناها 36. ماشي. سؤال 5 مكتبة على الكتاب، شكله سهل. تعال هاي، استخدم الشكل 739 في ايجاد، برضو احلى منك، في ايجاد ظل ال 45. طب مس وين ظل ال 45؟ يعني هو ما قال لي انه هذا ظل ال 45، ارمي لك خربشاتي، ما قال ليش انه هاي 45. طلع لما بقول لك هاي تساوي هاي، يعني هو متطابق ضلعين، لما يكون متطابق ضلعين يعني زوايا القاعده متساويه. طب لما زوايا القاعده تتساوى، اذا هي 90 بضل معك لبقيه المثلث 90. طب ما زوايا القاعده متساويه، يعني ال 90 بدها تروح بالتساوي للتنتين، فاكيد هاي 45 واكيد هاي 45. ظل ال 45 شو بتساوي؟ بتساوي المقابل على المجاور. فامسك هاي ال 45، ظلها يساوي المقابل على المجاور. طب ما هم التنتين متساويات، يعني لو فرضت اني انا سميت هاي سين، هاي شو الخاوة رح تكون؟ سين، فرح تصير هي نفسها سين على سين، يعني واحد. فانا طلعت ظل ال 45 اللي هو نفسه كام؟ واحد. برضه قلت لك اني انا رح اعطيك ورقة فيها كل الظلال تحفظهم مظبوط، تمام؟ تطلع معك ظل ال 45 واحد. ليش؟ لانه انا عندي زوايا القاعدة اطوال اضلاع متساويين، هو قال لي. فاذا هاي اسم احمد هذا احمد، فاحمد احمد واحد، ولا 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 واحد، عشرة عشرة واحد، فمتساويات، تمام؟ كثير سهل، حلينا زيه بالمثال اسئلة الدرس السابق. روح لعسيت سؤال 6، عامل حاله شخصية سؤال 6، بحكي لك المستقيم صاد تساوي 2 س ناقص 4، بيقطع محور السينات والصادات عند النقطتين 2 0 و 0 ماينس 4 على الترتيب، ويشكل مع المحورين الإحداثيين مثلثا كما في الشكل 47. الزاوية هاتم قلنا كما في الشكل، وهي تمثل زاوية حادة قسمها مستقيم مع محور السينات. طالب مني جاب لها وجت لها وظل لها. كلمة بالشكل رهيبة، في الشكل 47 هاي ممتازة الكلمة، بتريحنا جدا. هاي الشكل مرسوم وجاهز ومعطيك اياه. طب هلا هو ليش اعطاك اصلا نص المستقيم؟ عشان يخربطك، يعني هلا عوض النقطة هاي في المستقيم لازم تطلع صحيحة. 2 في 2 4، 4 ناقص 4 0، فعلا صارت 0. عوض النقطة هاي لازم خاوة تطلع صحيحة، فهو اعطاك المستقيم بس لقوة السؤال، انه انت السؤال جدا قوي عشان اخاطب مخك يعني. طيب اعطانا الرسمة كل اشي، تعال نشوف. اسقطت لك انا الرسمة عندي هون، اعطتك اياها هون. هاي النقطة هون 2 0، يعني المسافة من هون لهون حتكون 2. هون 0 ماينس 4، يعني المسافة من هون لهون رح تكون 4، اكيد مش سالب 4 لانه المسافات لازم شو تكون؟ مسافات موجبة. كبر لك اياها تشوف، تمام؟ فهو طالب منك هيك، صارت المسافة هون شو؟ من هون لهون 2، من هون لهون 4. ليش يا مس؟ لانه هاي 2 0، يعني هون 2،
وهذا الطول الصادقي سالب 4 عن المسافة 4. طالب منك يا كبير جيب الها وجت الها وظل الها، هيها الها، هي الها محشورة هون، تمام؟ جيب الها هذا بمقابل الزاوية القائمة، يعني هذا اسمه وتر. فأنا أول إشي لازم أطول الوتر، فالوتر تربيع يساوي ضلع أول تربيع زائد ضلع تاني تربيع، ضلع الأول 16، 4 تربيع 16، 2 تربيع 4، اجمعهم مع بعض 20، فالوتر تربيع 20، يعني الوتر جذر ال 20، إذا الوتر لحاله جذر ال 20. هلا بقدر أطلع لك كل النسب اللي بدك إياها. هيها ها، الجيب هو عبارة عن المقابل على الوتر، يعني 4 على جذر ال 20، 4 على جذر ال 20، لو بدك تبسطها كمان 2 على 5. الجتة هو المجاور على المقابل على الوتر، ما هو المجاور لها؟ 2. ما هو الوتر لها؟ جذر العشرين، فصفت 2 على جذر العشرين، تمام؟ هيك صارت واضح، هيك أوضح لك للنقل. ما هو ظلها؟ ظلها هو عبارة عن المقابل على المجاور، فأربعة اتنين يعني 2. على جذر العشرين هون أنا جزأت لك إياها عشان نعطي الجواب أبسط صورة. جذر العشرين هي عبارة عن نفسها جذر الأربعة في 5، جذر الأربعة بين 2، وجذر الخمسة بتنزل نفسها، فعشان هيك كنت أعوض فأقول 4 على 2 جذر الخمسة، 2 مع الأربعة بتروح بتصف 2 على جذر الخمسة، عشان هيك طلع معك هذا الشكل في النهاية. ماشي يا أمي؟ هي هيك واضح قدامك علشان تنقل. في شغلتين قلت لك ذكرني فيهم، هيك ما ذكرتني، أنا تذكرت، اللي هم منصة درسك شباب عم تعمل امتحانات لطلاب الحكومة، فاليوم عم بشوف الأسئلة، في سؤال اجوا على طلاب العلمي رياضيات، تخيل طلاب علمي رياضيات، فانت لازم هلا انت صفك تاسع، انت هلا قادر تحلهم بعد ما انا درستك الدرسين اللي اعطيتك اياهم، الفيديوهين السابقين بدون هذا الفيديو لسه انت بتقدر تحلهم. السؤال انه في مبنى مش عارف شو قصته، ظله ما ظله مش عارف شو، بس بالنهايه هي هي المعطيات. هذا هو عباره عن طول المبنى، شكل زاويه 30 درجه بظله، كان البعد بينهم 52 متر. طالبة منك أنا، طالب السؤال منك طول المبنى، هذا سؤال على منصة درسك اليوم لطلاب الصف الأول ثانوي علمي، فهي أنا بديك أنت تحله كونك بس صفك تاسع أنت قادر تحله، بدي طول المبنى. هلا أنا أنت عندك هاي زاوية بتسأل حالك ثلاث أسئلة، بتقول أستعمل الجيب، الجيب بيقول المقابل على الوتر لأنه هو المطلوب، ما أنت الوتر لا عندك إياه ولا هاي، فهذا مش حيفيدك كتير. استعمل الجتا، الجتا بيقول المجاور على الوتر، فعلا انا عندي المجاور، فبطول الوتر، من الوتر برجع اطول مين؟ طول المبنى، اذا اولا بستعمل الجتا، من خلال الجتا بطول الوتر، ثانيا بستعمل الجيب، من خلال الجيب بطول طول المبنى، فسؤال لطلاب العلمي انت صف تاسع من خلال الفيديوهين السابقين اللي انا شرحت لك اياهم انت قادر انك تحلهم. شغلة تانية مطلوبة منك واجب، هي أول واجب حطلبه منك ومطلوب تسليمه، نتفق على تسليمه، يعني هلا أنا هاي الحصة حتنزل لك يوم الاثنين، تسليم الواجب حيكون يوم الثلاثاء على جروباتنا خاصة شباب تاسع باء على الماسنجر، والصبايا على الواتساب بتبعتوا لي إياها يوم الثلاثاء ضروري. الواجب بدك تعمل جدول تكتب فيه الزاوية، طبعا أنت ونقطك وترتيبك، تكتب الاختصار لهاي الزاوية، كيف نختصرها على الآلة الحاسبة كيف ننكتب، تمام؟ الطول لجيب الزاوية وجت الزاوية وظل الزاوية، من هم زوايا الثلاثة المعروفين اللي انت مشهورين؟ 30 60 والخمسة واربعين، هدول ماما بالأول ثانوي علمي ما منبلش لما انت تكون عارفهم محافظهم وبعاشرة تستعملهم جدا، فأنا بدي اياك اطلعهم، تعطيني اختصارهم، مثلا الثلاثين اختصارها الساين، جيبها نص، جتاها جذر الثلاثة على اثنين، ظلها هو عبارة عن النص على جذر الثلاثة على اثنين، فبقول نص على جذر الثلاثة على اثنين، اثنين مع اثنين راحت فصار الظل واحد على جذر الثلاثة. الستين عكس مين؟ الثلاثين، لأنه الستين والتسعين مع بعض شو بيعطوك؟ بيعطوك تسعين، وإحنا اتفقنا جيب الأولى ظل الثانية وظل جيب الأولى جت الثانية وجت الثانية ظل الأولى زي هيك. فالستين جيبها اللي هو جتا 30، وجتاها اللي هو جيب 30، وظلها اللي هو مقلوب 30 لأنه إحنا قلنا بالتسعين، الزاويتين المجموعهم 90، جاب الأولى جت الثانية، جاب الثانية جت الأولى، ظل الأولى مطلوب ظل الثانية، فدول التنتين بيكملوا بعض. ال 45 أسهل شيء، جابها واحد على جذر الاثنين، جتاها بعد جذر الاثنين، وظلها واحد. بدي جدول زي هيك معبى كامل بجميع الزوايا، اختصار والجاب والجتا والظل، تسليم الواجب بإذن الله حيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. هيك الدرس خلص، ويعطيكم ألف عافية يا رب.